السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذي مصطفى الأسلام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستدينين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع الإبانة والكلام على اتضاح الحجة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق من قول الأئمة. نعم، رأى مصنف بسنده لحفص بن غياث قيل يا أبا عمر إن عندنا قوم يزعمون أن القرآن مخلوق، قال لا جزاك الله خيرا، أوردت على قلبي شيئا لم أسمعه قط. كانوا يحتاطون لأنفسهم من ذلك. وفي رواية أن أحمد حنبل سئل في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال في جبريل سمعه من الله وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه أصحاب النبي وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نشك ولا نرتاب فيه، وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم. ثم قال أبو عبد الله أحمد، ما زال كلام أحمد محمد، ثم قال أبو عبد الله لم يزل الله عالما متكلما يعبد بصفات غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه سميعا عليما غفورا رحيما عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. فهذه صفات الله وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما استوى على العرش كيف شاء المشيئة إليه أو الاستطاع إليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رضي الله عنك أحمد أبو خير، جزاك الله خير، حفظكم رب جميع، عليكم السلام عليكم السلام. رضي الله عنك يا سيدتي، أنت سيدتي وسيدة المجلس بأسره سرايا، أحسن الله عليك وعمر، أحسن الله عليك. قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، عليكم السلام عليكم. فاترك الجدال والمراء في القرآن والجدال والتماري وتؤمن به كله وترد إلى عالمه إلى الله فهو أعلم به منه بدأ وإليه أعود. قال أبو عبد الله أيضا وقال لي عبد الرحمن كان الله ولا قرآن، فقلت له مجيبا كان الله ولا علم، فالعلم من الله وله، وعلم الله منه، والعلم غير مخلوق، فمن قال أنه مخلوق فقد كفر بالله وزعم أن الله مخلوق، فهذا الكفر البين الصراح. وروى أيضا عن أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن، قال عن أي باله تسأل، قلت كلام الله، فقال كلام الله ليس مخلوق، ولا تحرج أن تقول ليس مخلوق، فإن كلام الله من الله ومن ذات الله وتكلم الله به، وليس من الله شيء مخلوق سبحانه وجل في علاه. وأخبرني أبو القاسم قال حدثنا أحمد بن هارون، إلى أن ذكر أيضا السند إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال قد وقع من أمر القرآن ما قد وقع، فإن سئلت عنه ماذا أقول، قال لي ألست أنت مخلوقا، قلت نعم، قال أليس كل شيء منك مخلوقا، قلت نعم، قال فكلامك ليس هو منك هو مخلوق، قلت نعم، قال فكلام الله أليس هو منه، قلت نعم، قال فيكون شيء من الله مخلوقا، كأنه ألزمه الحجة وقال يعني الله هو الخالق، نعم الله هو الخالق، إذن كل صفة من صفاته لا تكون مخلوق لأنها صفة من صفات الخالق سبحانه جل في علاه. وروى أيضا عن أحمد حنبل أنه سئل عن تفسير قول الله تعالى القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، قال أحمد منه خرج وهو المتكلم به وإليه يعود، لأنه في آخر الزمان يعني يرفع من السطور والسطور، يرفع من الصدور والسطور. وعن أحمد حنبل أيضا قال القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف، وليس من الله شيء مخلوق، ولا يخاصم في هذا، ولا يتكلم، ولا أرى المراء ولا الجدال فيه. وقال حنبل سمعت أبا نعيم فضل بن الكيل يقول أدركت الناس ما يتكلمون في هذا، ولا عرفنا هذا إلا بعد سنين، القرآن كلام الله منزل من عند الله لا يثول إلى خالق ولا مخلوق، وإنه بدأ وإليه يعود، هذا الذي لم ينزل عليه ولا نعرف غيره. وسمعت شريكا يقول كفر بالله الكلام في ذات الله، يعني ما قال ما مخلوق. وفي قول تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال هذه مخلوق، من قال أن هذا مخلوق فهو كافر. قال فجئت لعبد الله بن المبارك فأخبرته بقول النضر، فقال صدق عفا الله ما كان الله ليأمر أن يعبد
أن يعبد مخلوقا، كما قال المعتزلة بأنه في الشجرة، هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، والشجرة هي التي تقول وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأيضا الملك ابن أنس يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. ابن عباس قال لما حكم على علي عليه السلام الحكمين قالت له الخوارج حكمت رجلين، قال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن. ما الذي يطبقه؟ هم عباد الله ولا فعلاء؟ لكن القرآن كلام الله. وقال قيل لبشر بن الحارث يا أبا النصر ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله وليس مخلوق. فقلت له لا تتكلم بهذا، قال أخاف السلطان. قلت له فالثقاتك؟ قال إن لكل ثقة ثقة، لثقاتك قل ذلك يعني. وعبيد القاسم بن سلام كان بخطي قال لك قال إذا قال لك الجهمي أخبرني عن القرآن أهو الله أم غير الله، فإن الجواب له أن يقال له قد أحلت في مسألتك، لأن الله وصف لا تقع عليه مسألتك. قال تعالى ألف لام ميم تنزيل كتاب الرب فيه من رب العالمين، فهو من الله لم يقل وأنا وله غيري، إنما يسمى كلامه، فليس له عندنا غير ما جلاه وأنفع عنه ما نفع عنه. فإن قال أرأيتم إن قل إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فأخبره أن القرآن شيء فهو مخلوق. قيل له ليس قول الله يقابل به شيء، ألا تسمع قال كلامه؟ إنما قولنا شيء إن إذا أردناه، فأخبر أن القرآن كان منه قبل الشيء، فالقول من الله سبق الشيء، ومعنى قول الشيء أي كان في علمه أن يكون. وهكذا ختم الباب في كلام الكلام والنقل على الأئمة العظام في مسألة القرآن غير مخلوق، وأن الجهمية يقولون بأن القرآن مخلوق، وهذا عطب الجهلية في هذا الجهمية في هذا يضاهئون أهل الكفر، بل هذا كفر منهم. ولذلك كثير من السلف كفر الجهمية كفرا عيانا، يعني كثير من السلف فعل ذلك كفرهم كفرا عيانا. نعم الإيمان القرآن كلام الله غير مخلوق من كفر الجهمية، أنهم يقولون القرآن مخلوق. من هذه السلف حرمة كلام أهل البدع، من هذه السلف حرمة كلام أهل البدع. النجاة في حسن الاعتقاد. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.